مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء العربية التي قلما نسمع بها في وقتنا الحاضر، ومن الناس من يحبون تسمية أبنائهم بمثل هذه الأسماء ذات المعاني القيمة والراقية. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم ناظمة. ناظمة اسم علم مؤنث من أصل عربي، مذكرها ناظم، وهو على صيغة اسم الفاعل، من الفعل نظم أي رتب ونسق، يقال نظم الشعر أي نسق وألف كلاما مرتبا ومنظوما، ونظم الأشياء أي جمع بعضها إلى بعض، مصدره نظم. والناظمة هي المنظمة والمنسقة بين الأشياء، الموفقة بينها والمرتبة لها ترتيبا منمقا. ومن تنظم اللؤلؤ المنثور في سلك فيصبح عقدا منظوما، ومن تؤلف كلاما موزونا ومقفى. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة صاحبة نخوة وكرم نفس، تشفق على الضعفاء ولا تبخل بشيء لمن يحتاجه، مرتبة في كل أمورها وتهتم بأدق التفاصيل، لديها خيال واسع ويمكن الاعتماد عليها عند الحاجة، فنانة أو شاعرة تحب الطبيعة والقراءة والاطلاع، مستعدة للتضحية في سبيل من تحب رغم أنها قد تصبح أنانية في أوقات أخرى، صريحة مع نفسها ومع الآخرين وتكره الكذب كثيرا. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم ناظمة؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.